اهلا بيكم في قناه عرفون. ده ملخص مؤتمر ون بلس 7 برو، الجهاز اللي عمل بروباجندا كبيره ابتداء من بدايه 2019. هل يستحق فعلا الضجه اللي حصلت عليه ولا لا؟ تابعوني لاخر الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل له لايك وشير اعجاب ومشاركه، وما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في قناه عرفون وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. طبعا اول حاجه واهم حاجه اتكلموا عنها في المؤتمر هي الشاشه الغير مسبوقه من نوع فلويد اموليد. في تكنولوجيا جديده كمان في الشاشه هنتكلم عنها، ولكن المهم بالنسبه لنا هو مساحه الشاشه اللي هي 6.7 انش، حوالي 6.7 انش، اللي بتغطي اكتر من 93% من واجهه الجهاز، السكرين تو بودي ريشيو اكتر من 93%. النقطة الثانية المهمة بالنسبة للشاشة هي وجود بصمة على الشاشة مباشرة. الجديد فيها ان هي 38% اكبر من اللي كانت موجودة في الموديل السابق، بتغطي مساحة اكبر على الشاشة، زائد ان هي بتفتح في 0.21 ملي سكند، اسرع بصمة اصبع على الشاشة عملتها ون بلس. النقطة الثالثة المهمة في الشاشة ان هي بتدعم تقنية الكواد اتش دي بلس. الكواد اتش دي بلس بتديلك بتحسسك ان الالوان غنية قوي في الشاشة، فتلاحظ الفرق بين الشاشة الصورة على يسار الشاشة اللي هي بتقنية الكواد اتش دي بلس وعلى يمين الشاشة الصورة العادية. تلاحظ هنا الفرق، هنا ممكن يبان في لون مياه البحر ان الكواد اتش دي بلس بتكون غنية جدا الالوان، وهي دي المدعومة في البرامج اللي بتشغل افلام القوية زي نتفليكس وغيره. فبالتالي انت لو هتشغل برامج زي نتفليكس او البرامج اللي بتشغل الموفيز المدفوعة هتلاقي انه الشكل الافلام عليها قوي جدا متناسب مع جودة الشاشة. التكنولوجي الرابعة كمان بالنسبة للشاشة هي التكنولوجي الهورايزون لايت، هي الاضاءة اللي بتكون حوالين الشاشة البديلة للنوتيفيكيشن او الاشعارات اللي بتحسسك ان في اشعار منتظرك لما تكون الشاشة مغلقة. مش تقنية جديدة وموجودة في اغلب الاجهزة السمارت فون حاليا، ولكن حلوة قوي انها موجودة هنا، وكمان شكلها هنا كمان شيك جدا. التكنولوجيا اللي طوروها كمان رقم 5 بالنسبه للشاشه هي وضع النوم، وضع الليل، عاملين وضع لليل بيخلي الشاشه بتظهر بنايت مود، اضاءه خافته الى حد ما، وكمان بتفلتر البلو لايت. البلو لايت هو الضوء الازرق اللي بيخرج من الشاشه اللي بيؤدي للتوتر قبل النوم. لو انت بتستعمل الموبايل قبل النوم هنا هم بيفلتروه في وضع النوم علشان تقدر عينك تكون مرتاحه وهي شايفه الجهاز في فتره الليل. دي مواصفات الشاشه بالتفصيل، مساحتها والريزوليوشن كام في كام وكام هرتز والاتش دي ار 10 والاتش دي ار 10 بلس. التكنولوجيا رقم 6 اللي تهمنا في المواصفات دي هي انها 90 هرتز. ايه معنى 90 هرتز؟ ان الشاشه بتعمل ابديت او ريفرش 90 مره في الثانيه. دي حاجه هتفرق معانا في ايه؟ في الاستعمال اليومي، انه انت لو بتتصفح الجهاز تلاحظ على اليسار التسعين وعلى اليمين الستين اللي هي التقليدية في كل الاجهزة، تلاحظ انه التسعين مرنة اكتر لان هي بتعمل 90 مرة ريفرش في كل ثانية، وبالتالي الشاشة بتتحرك اسرع 30% زيادة عن الشاشة التقليدية. طبعا هي دي بتديك احساس قد ايه الشاشه مرنه قوي، وعلشان تشوف الموضوع بدقه اكتر ده تصوير بالسلو موشن او السوبر سلو موشن. تلاحظ على اليسار ال 90 هرتز الشاشه الجديده وعلى اليمين الشاشه القديمه، فتلاحظ بيبان جدا الفرق في السوبر سلو موشن او في السلو موشن. دي التقنية رقم 6 في الشاشة ان هي بتدعم ال 90 هرتز ابديت، ودي اول شاشة في العالم بتدعم ال 90 هرتز من نوع كواد اتش دي بلس من موديل اموليد. بالانتقال للحديث عن الكاميرا السيلفي اللي بتخرج بحركة ميكانيكية، كاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل بتفتح في حوالي نص ثانية. وطبعا لما يخطر في بالك حركة ميكانيكية للكاميرا اول حاجة تخطر في بالك قد ايه هي موثوقة ويعتمد عليها وهتعيش مش هتخرب في وقت قصير. علشان هم يثبتوا قد ايه الكاميرا السيلفي بتتحمل الظروف الصعبة جدا عملوا الفيديو القصير ده. كاميرا السيلفي تقدر تتحمل وزن لحد 22 كيلو، ده بلوك اسمنتي وزنه اكتر من 22 كيلو معلق تعليق تام على كاميرا السيلفي. هم عملوا الفيديو ده عشان يثبت لك قد ايه كاميرا السيلفي مش بس ان هي بتتحمل ان هي تخرج وتطلع وتقفل اكتر من مرة، ولكن كمان انت يعني بتقدر تتحمل الضغط الشديد كمان. دي كاميرا السيلفي معلق عليها بالكامل الوزن اللي وزنه اكتر من 22 كيلو.
وطبعا بما ان الكاميرا بتخرج وتقفل بحركة ميكانيكية، فهم بيقولوا ان هي تعيش لاكتر من 300 الف مرة، ما يوازي 150 مرة يوميا لمدة 5 سنين. يعني تقدر تفتح وتقفل الكاميرا 150 مرة يوميا، هتعيش معاك لمدة 5 سنين، ده يعادل حوالي 300 الف مرة. يعني قد ايه الكاميرا السيلفي والحركة الميكانيكية دي آمنة جدا. بالاضافة لكل ده، انه الكاميرا فيها التكنولوجي اللي شفناها قبل كده في اوبو رينو، ان هي بتقفل تلقائيا اول ما الجهاز يشعر ان هو هيسقط منك على الارض. يعني الكاميرا اللي تتحمل الاوزان دي واكتر من 300 الف مرة اكيد هتعيش معاك جيد جدا لو الجهاز بتستعمله انت استعمال جيد. طبعا بالاضافة لكل ده، كاميرا السيلفي نفسها جيدة جدا من ناحية جودة الصورة. كاميرا السيلفي زي ما قلنا 16 ميجا بكسل، كمان الجهاز مزود بثلاث كاميرات من خلف، يعني هم غير مسبوقين بالنسبة لـ One Plus. الكاميرا الأساسية اللي في خلف الجهاز 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف على 1.6، رقم ممتاز جدا يديك انطباع انه فتحة العدسة كبيرة. كمان بتدعم تقنية الاوبتيكال ايمج استابلايزيشن اللي هي التثبيت البصري. دي بعض الصور الملتقطة بالكاميرا الأساسية للجهاز، قد إيه فيها تفاصيل قوية جدا، وطبعا بتفرق ما بين الألوان الخافتة والألوان والإضاءة المتوهجة. دي الكاميرا الأولى والأساسية. الكاميرا الثانية هي كاميرا تليفوتو، فيها تكبير بصري لحد 3 مرات 3x، بتدعم كمان الأوبتيكال إيمج ستابلايزيشن، وفتحة العدسة فيها اف على 2.4. دي صورة ملتقطة بالكاميرا التانية بتكبير 3 مرات بصريا. الكاميرا التالتة هي كاميرا وايد انجل، بتلتقط صور بانوراما بزاوية تصل لأكتر من 117 بفتحة عدسة اف على 2.2. انا فاكر انه اكتر موبايل سمعت عن يعني الزاوية بتاعت البانوراما بتوصل ل 115، يعني 117 ده رقم كبير جدا جدا، بيخلي صور البانوراما اللي تلتقط يكون فيها تفاصيل وتكون واسعة جدا، بتلتقط تفاصيل اكتر. دي صورة واحدة ملتقطة بالتلات كاميرات علشان تقدر تميز ما بين الصور اللي بتطلعها التلات كاميرات مع بعض. ودي مواصفات الثلاث كاميرات سريعا، 16 ميجا بكسل كاميرا الترا وايد، و48 ميجا بكسل الكاميرا الاساسيه، و3x اوبتيكال زوم الكاميرا الثالثه، وكمان في تقنيه الالترا شوت مدعومه في الجهاز. وبالانتقال للحديث عن معالج الجهاز القوي جدا، الجهاز مزود بمعالج سناب دراجون 855، هو ده نفس المعالج المستخدم في جالاكسي S10 بلس كيريو 7 نانوميتر. الجهاز المعالج مبني بمعمارية 7 نانوميتر، المعالج أسرع من السابق ب 45% وبيوفر بطارية 20% أكتر من المعالج السابق. زي ما قلنا ده نفس المعالج المستخدم في جالاكسي S10 بلس. معالج الجرافيك الموجود في الجهاز هو أدرينو 640، أسرع 20 مرة من السابق، وكمان بيوفر بطارية 30% أكتر من السابق. الجهاز نازل بثلاث اصدارات، بتبتدي ب 6 جيجا رام، والاصدار الثاني المتوسط 8 جيجا رام، والاصدار الاعلى على الاطلاق بيوصل ل 12 جيجا رام. يعني ده اعتقد اكتر من لابتوب بتاع ناس كتيره جدا، 12 جيجا رام في سمارت فون. في تقنية كمان بالنسبة للرامات عاملينها اسمها رام بوست، هي تقنية بتنظم استخدام الرامات وبتدي أولوية للبرامج اللي موجودة وشغالة فعليا عن البرامج اللي موجودة في الخلفية ومش بتعمل حاجة. زي ما هما بيقولوا 12 جيجا رام فعليا تكفي لتشغيل أكتر من 64 تطبيق مع بعض، ولكن الموضوع كله مش مجرد انه الرامات كبيرة، ولكن الجهاز كمان بيعرف ينظم استخدام الرامات كويس جدا بحيث انه يطلع منها أعلى كفاءة ويدي أولوية للبرنامج اللي شغال فعليا. وبالنسبة كمان لمساحة التخزين على الجهاز او مساحة الجهاز او الستورج، استخدموا فيها تقنية اسمها UFS الاصدار الثالث او Ultra Fast Storage، هي اسرع 80% عن الاصدار السابق، وبالتالي انت لو بتنسخ ملفات على الجهاز سرعة النقل او سرعة التعامل مع الملفات في اثناء الكوبي والبيست هتكون اسرع 80% عن الاصدارات السابقة. دي كمان مفيدة في ايه؟ فكرة الالترا فاست ستورج، هي اسرع في ان انت تعمل انستول للبرامج من الماركت. فهم بيقولوا انه لعبة زي ببجي ممكن تنزلها من الماركت 5 مرات اسرع من انك لو هتنزلها على موبايل عادي ما فيش فيه تقنية الالترا فاست ستورج الاصدار الثالث. يعني حتى الداونلود من الماركت هيكون اسرع بكتير جدا من السابق.
الجهاز كمان مناسب جدا للجيمز لانه في نظام تبريد بيعتمد على الليكويد، بيعتمد على سوائل. دي مش حاجة جديدة اول مرة نشوفها، ولكن كمان حلو قوي انها موجودة في الجهاز ده، بتخلي الجهاز مناسب جدا للجيمز بوجود رامات كتيرة، معالج قوي جدا ومعالج للجرافيك كمان قوي جدا. وبما انه الجهاز هيستعمل اكيد للجيمز، فبطارية الجهاز 4000 ملي امبير الساعة، بطارية كبيرة جدا مناسبة للجهاز بالمواصفات والحجم ده. وطبعا اكيد في تكنولوجيا جديدة كمان في البطارية وفي الشاحن مقدمة من وارب تشارج، هي انك انت تقدر تشحن الجهاز في 20 دقيقة من الصفر لحد 50%، فانت الجهاز لو 0% تقدر توصله لحد 50% في 20 دقيقة فقط، رقم قياسي جدا. وحتى كمان انت لو بتلعب جيمز وبتشحن الجهاز اثناء الجيمز، فتقدر توصله لحد 50% في 30 دقيقة فقط، يعني حتى الجهاز لو بيستهلك اعلى استهلاك من المعالج والشاشة تقدر كمان توصله ل 50% في 30 دقيقة. الجهاز كمان مزود بنظام سماعات استيريو، هم بيقولوا ان هو غير مسبوق وعملوا ديمو عليه، احب انكم تشوفوا العرض اللي هم عملوه. كمان اهتموا بأدق التفاصيل، فحتى الموتور بتاع الفايبريشن او الهزاز اللي في الجهاز بيقولوا ان هم غيروه، خلوه لايف وحيوي اكتر، بيتفاعل اكتر مع حركة ايدك وكمان مع الاشعارات او الرسائل وغيره. الجهاز مزود بنظام تشغيل اندرويد بواجهة اكسجين الاصدار 9.5، فيها طبعا تطويرات كتيرة، ولكن انا مش حابب الفيديو يكون اطول من كده، ولكن المهم فيها انك انت تقدر تسجل فيديو للشاشة مباشرة، وكمان تختار مصدر الصوت، اما يكون الموبايل نفسه او صوتك انت، صوت الميكروفون اللي في الجهاز. دي امكانية كويسة جدا انك انت تقدر تسجل فيديو للشاشة مباشرة. واخيرا ده الاعلان الثاني اللي عرضوه في المؤتمر عن الجهاز. It all starts before you wake. Introducing the OnePlus 7 Pro. We set out to create a fully captivating experience with powerful Dolby Atmos sound from top to bottom and an immersive display that redefines the term bezel-less on mobile devices. Couple that with a 90Hz refresh rate and you can scroll smoothly through your favorite apps or play the most intense mobile games available with no compromises. That's because we put more computing power into this device than ever before. Now you can move seamlessly between apps with software that anticipates your next move. Our adaptive brightness feature gives your eyes the least strenuous experience possible. No matter the shower scene, the OnePlus 7 Pro is up to the task. That's because we've added three rear camera lenses to make sure you're capable of catching every moment. And of course, we didn't forget the selfie camera. Power through your day and night worry-free, because with Warp Charge, you're good to go in 20 minutes. That means your phone is ready before you are. And the camera capabilities don't diminish when the sun goes down. Thanks to our Nightscape feature, you'll be able to take gorgeous photographs no matter the time of day. That's the OnePlus 7 Pro, our most advanced phone ever. دي كل مواصفات الجهاز ملخصة، وهم عرضوها كمان كده في المؤتمر، يعني فكرة حلوة قوي ان هم يلخصوا كل مواصفات الجهاز بالشكل ده. بصراحة ما شفتش ايفون ولا سامسونج عرضوها في احد اجهزتهم الجالكسي. وفي النهاية سعر الجهاز بيبتدي من $670 للجهاز الاقل في المواصفات، وبينتهي لحد $750 للاصدار الاعلى اللي هو 12 جيجا رام، والجهاز موجود في السوق ابتداء من 17 مايو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تكونوا لقيتوا فيه معلومة مفيدة. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل له لايك وشير، اعجاب ومشاركة، وما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في قناة عرفون وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.